من الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا من هناك محي الدين جبريل. إذن محي، نبدأ بالزيارة الرئاسية الإريترية، ما الملفات المتوقع مناقشتها مع الجانب السوداني؟ نهارك سعيد هبة. بحسب البيان الرسمي الذي وصلنا قبل قليل من إعلام مجلس السيادة أن الضيف الإريتري سيناقش مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، على الرغم من أنه لم يصل تفصيل حول هذه الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولكن بحسب المراقبين يبقى الملف الأكثر إلحاحا هو ملف العلاقات السودانية الإثيوبية، خاصة العقبات والمشكلات الحدودية بين البلدين، ثم بعد ذلك خلافات صد النهضة. ولكن لما للحدود السودانية الإثيوبية من تأثيرات يعني هل نتوقع أيضا قيام أفورج بوساطة ما سواء في الملفات الحدودية أو في سد النهضة؟ يعني بحسب مراقبين ينتظر أن يطرح أفورجي وجهة نظر أو مقترحات حول الخلافات الحدودية بين البلدين بدرجة ما، ولكن الدرجة الأكبر على الأقل يبقى الهم الأول للرجل هو خفض درجة التوتر على الحدود، باعتبار أن ذلك يؤثر على داخل بلاده بدرجة كبيرة، حيث مثلث حمدايات هو بؤرة هذه المشكلات، أو منطقة الفشكة بؤرة هذه المشكلات. ولكن ملف سد النهضة بدرجة كبيرة يعني قد يطرحه الرجل بحسب مراقبين، ولكن تقارير تتحدث عن تساؤلات هل أسياس أفورجي هو على حياد فيما يلي الملف السوداني الإثيوبي، علاقات الرجل مع أديس أبابا، تقارير تتحدث عن أن القوات الأريترية لها دور كبير في إقليم التجري والذي ألقى بظلاله على حركة النزوح لعشرات الآلاف من اللاجئين، وذات التقارير تتحدث عن أن الخرطوم تستخدم أيضا كرت النازحين كورقة يعني قد تلوح بها في أي وقت في وجه إثيوبيا، على الأقل باعتبار أنهم يتبعون لقومية تعارض الحكومة الإثيوبية وتحمل السلاح طيب. في وجهها. ولكن بصورة عامة نعم، فيما يتعلق بمسألة الوفد الأمريكي، ما هي أهم الملفات، ما الذي تم التوصل إليه حتى الآن؟ وكان قد سبق لهذه الشخصيات بالفعل أن قامت بمجهودات داخل الكونغرس الأمريكي، ما الذي تأمله الخرطوم طبعا فيما يتعلق بالوساطة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ما الذي تتوقعه السودان من هذه المجهودات؟ نعم، الزيارة في عنوانها هي تأتي على الأقل المساهمة في خفض التوتر في العلاقات السودانية الإثيوبية. الضيفان الأمريكيان هبطا أديس أبابا، وأيضا زارا دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن وزير المالية السوداني الذي صرح قبل قليل بهذه التفاصيل لم يفصل من أنهما زارا الإمارات قبل أديس أبابا أم بعدها، ولكن قال إنهم يأملون في هذه الزيارة أن تسهم إسهامات إيجابية في خفض التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا فيما يلي الملفات العالقة على الحدود وملف سد النهضة. ولكن الخرطوم التي استقبلت أو افتتحت برنامج الرجلين على أراضيها بدأته بوزارة المالية، الرجلان كانت لهما أدوار بارزة في الفترة الماضية في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في تحريك مجموعات أدت إلى إسهام الخزانة الأمريكية في دفع مبالغ مالية عبارة عن قرض تجسيري للبنك الدولي، عبارة عن متأخراته لدى البنك الدولي، وهو ما يعني أتاح للسودان التعامل مع المؤسسات الدولية بعد ذلك والاستفادة من صيغ القروض المختلفة. وبالتالي الخرطوم تأمل أن يواصل الرجلان مجهوداتهما أيضا على الأقل في دفع المنظمات المعنية بإعفاء الديون السودان، أو على الأقل إلحاقه لمعاهدة البلدان المثقلة بالديون، وانضمام السودان لهذه المعاهدة يساهم
في درجة كبيرة في خفض ديونه بدرجة كبيرة إن لم يكن إعفاءها بالكامل. إذا هذه الزيارة إن بدت على الأقل ذات طبيعة سياسية تتعلق بملف العلاقات السودانية الإثيوبية، ولكن بحسب مراقبين الخرطوم تعول عليها كثيرا في أشكرك محي. حلحلة ديونها الخارجية، في إعفاء ديونها الخارجية. من الخرطوم كنت معنا مراسلنا محي الدين جبريل، شكرا جزيلا لك.